السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي الأوفياء. تنجدد لكم الترحاب، تنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله. الاقتراح ديال الفيديو اليوم، غادي نشوفوا طبق ديال من الأطباق اليومية، طبق سريع التحضير اللي هو عبارة عن لحم بالجلبانة أو البازلياء والجزر اللي قطعته هيك دوائر. تنحتاجو ليه بصل مفروم مقطع صغير، وطماطم حبة واحدة مبشورة، كاين اللي تيحط الطماطم كاين اللي تيحطهاش، شوية قزبرة. تنحتاجو ليه الثوم مدقوق، فلفل أسود، ملح، كركم، زنجبيل، نص كاس من الزيت القليل. بسم الله نبدأ على بركة الله. أول شيء تنضيف اللحم في الطنجرة، اللحم على حسب أفراد العائلة، يعني بالنسبة طبعا للأخوات المبتدئين اللي ما تعرفوش، أول شيء تنوضع اللحم، تنضع فوق منه البصل، تنوضع الثوم، تنوضع الفلفل الأسود، تنوضع الزنجبيل، تنوضع الكركم، تنوضع الملح، تنوضع فوق من الزيت، وتنوضعه على النار باش يتشحر لينا عشان يتشحر شوي. بعد ما تقلى لي اللحم ديالي، هذا اللحم ديال الخرف، خرف صغير يعني تيستوي بسرعه، على طريقتي الخاصه تنضيف منه الطماطم، تنضيف الكزبره، وتنردهم على النار. بعد ما خليتهم لدرجه الطماطم تقلى شويه، تنضيف الماء اللي سخنته، لان هذا اللحم بالخروف، خروف صغير بيستوي بسرعه، تنضيف الماء الكافي. تنضيف الجلبانه البازيلا، تنضيف الجزر فوق منها، تنغلق عليها ونرجع نضيفها على النار. هذا هو الطبق ديالنا، وجد بسرعة، تجي لذيذة في المذاق وجميلة وسهلة التحضير. نتمنى ينال إعجابكم، واللي عجبكم ديروا لي لايك، واللي ما مشاركش معايا يشترك معايا في القناة. وتشكركم كثيرا على تعليقكم الجميلة والرائعة، تشكركم بزاف، شكرا لكم كاملين، شكرا للجميع من تتبع قناتي واللي مازال غادي يشوفها جديد. نتمنى يعجبكم، نخليكم دمتم في رعاية الله وحده، الى فيديو جديد ان شاء الله.
دمتم سالمين يا رب.